النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها حول الانخفاض على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. سنتحدث عن الانخفاض في درجات الحرارة ناتج عن انحسار للكتلة الهوائية الحارة التي أثرت علينا خلال الأيام الماضية وليالي باردة نسبيا متوقعة خاصة خلال نهاية الأسبوع. نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية في منطقة البادية. كانت غيوم بدون فعالية فيما ساد الطقس الصافي في باقي المناطق. ننتقل الآن وإياكم لأخرات توزيع الكتل الهوائية من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس. يوم الإثنين تستمر المملكة تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا المرافقة لامتداد لمنخفض البحر الأحمر، لكن اعتبارا من ساعات الليل أي ليلة الإثنين على الثلاثاء يتوقع أن يبدأ هذا المنخفض الجوي منخفض البحر الأحمر بالتراجع والضعف والابتعاد عن المنطقة، وبالتالي تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض اعتبارا من يوم الثلاثاء. يصبح الانخفاض أو هذا الانخفاض في درجات الحرارة يصبح محسوسا أكثر خلال ساعات الليل، حيث يصبح الطقس بارد نسبيا في عموم المناطق اعتبارا من ليلة الثلاثاء على الأربعاء وخلال الليالي القادمة. أكثر تفاصيل حول هذه المعلومات نستعرضها في هذه الخريطة، خريطة توزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذا الانخفاض في درجات الحرارة، وهو امتداد لمرتفع جوي فوق منطقة الساحل المصري الساحل الشمالي المصري باتجاه منطقة بلاد الشام. عندما نقول مرتفع جوي أي قيم ضغط جوي مرتفع، هذا المرتفع الجوي سيعمل على هبوب لرياح غربية نحو منطقة بلاد الشام، والمملكة تعمل على تعديل الأجواء وتلطيف الأجواء وانخفاض في درجة الحرارة وأيضا رفع نسب الرطوبة كون هذه الرياح قادمة من منطقة البحر الأبيض المتوسط. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يصل الطقس مائل للبرودة 19 درجة مئوية فقط متوقعة. أما بالنسبة للثلاثة أيام القادمة، يوم الثلاثاء تنخفض قليلا درجة الحرارة مقارنة بيوم الاثنين 28 درجة مئوية، لكن تنخفض بشكل ملموس ليلا لتسجل 15 درجة مئوية. يوم الأربعاء المزيد من الانخفاض 26 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 15 درجة مئوية مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية وتشكل الغيوم المنخفضة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. يوم الخميس تبقى درجات الحرارة معتدلة 26 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 15 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.